المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. وعلى المركز الثالث يتواجد هنا بهذه الانطلاقة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري. من يأتينا على المركز الثالث هذا الانطلاق الجميل، بينما المركز الرابع سلهود من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس مياس ومشيق مكتوم من حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن عبيد الحميري. ومن الجانب الآخر هناك لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي شاهين المنطلق من الجانب الآخر بقيادة علي بن مهير بن بليشة ليجتبي من يأتينا سادسا. وفي المركز السابع سلهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر مطر بن سيب اللاحج الهايري. وعلى المركز هنا المنطلق في هذه اللحظات صغان اسمه شيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري في تضميره. من ياتينا على ثامن المراكز، وفي المركز التاسع صغان اسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري. وعاشر المراكز حشيم هنا يتواجد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي من يتواجد في قيادة حشيم في هذا الانطلاق الجميل والتحدي. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم. لنا عودة إلى صدارة، لنا عودة إلى المقدمة، إلى سراب المنطلق على صدارة هذا الشوط، المنطلق على المقدمة وعلى المركز الأول سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرطي الحميري. من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول شاهين. في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري وسلهود. على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الرابع، المركز الرابع ياتي مياس مشق مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري المنطلق رابعا. وفي المركز الخامس، المركز الخامس صغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع عبد الله بن سالم المسافري. وياتينا هناك بالانطلاق الحذر سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع احمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وسابع المراكز شاهين لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد بن راشد النعيمي بقياده علي بن مهير بن بليشه لجتبي. والوصول هنا القادم مياس وصل وقدم سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. والقدوم هنا القدوم من حشيم أيضا بكل قوة على تاسع المراكز، ويتسلل من مركز إلى مركز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي في التضميرة. والمركز العاشر والمنطلق هنا صغان سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سلطان بن عبد الله بالشر الخاطري في تضميرة. من ينطلق بهذا التحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المركز الأول هو صدارة هذا الشوط والقيادة هناك في هذا الانطلاق مع سراب المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المتمرس عتيق بن سالم بالعرضي الحميري. والقدوم هنا أيضا من سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. هناك أيضا يتسلل سلهود من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. ووصل شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري هنا الواثق وأيضا زفير المضمرين. وهناك المتمرس بهذا الانطلاق وصل الخبير، وصل الخبير مع مياس، هو سلالة مياس هنا أيضا سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد
المكتوم، مصري بسالم بالعرض الحميري فتة ضميري، وخامس المراكز هنا حشيم، ثم الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بسعيد المكتوم مع قائد العمليات في الفرقة 11 مبدع في هذا المساء، أبو راشد ما شاء الله مبدع أيضا بهذه المشاركة المتميزة. المركز السادس ينطلق هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن مبروك الحميري، وسابع المراكز القادم مياه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم راشد بن خميس نغويص السويدي في هذا الانطلاق. وهنا يأتي صغان سمو الشيخ أحمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم سيف بن مبارك بن غويص الكتبي في تضمير من يأتينا ثامنا وتاسع المراكز. مخباط قادم مخباط من هجنة العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وعلى المركز العاشر يأتينا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سيف بن أحمد بن خريدة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة مع الكيلومتر الأخير في هذا الانطلاق، وهناك سراب المتسرب على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من بداية الانطلاقة، وهو على الصدارة على المركز الأول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هناك بهذه الانطلاقة، وهنا أيضا بهذه اللحظات في هذا الانطلاق الجميل هو التحدي، نرحب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. هنا مالك هزن قزعبيل هنا بتواجده وحضوره شخصيا على أرضية هذا الميدان، مرحبا أبو سعيد بهذه المتابعة. نتابع المجريات، نتابع سلهود من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وهنا المنطلق سراب ثانيا سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة هنا أيضا تيج بن سالم بالعرضي الحميري. من يأتينا ثانيا وثالث المراكز المنطلقة هنا شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري، ومياس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب سعيد المكتوم رابعا مع أيضا راهب خميس رغويس. ولكن هناك سلهود العاصفة على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، تهانينا لهجن العاصفة ومالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد المكتوم على فوز سلهود بالمركز الأول. أول واثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير، المركز الثاني أتى سراب لسمو الشيخ راهب بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم، وفي المركز الثالث وصل هناك أيضا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، رابعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم، خامسا مياس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ونعود مشاهدينا الكرام إلى هذه الانطلاقات وإلى التوقيت الزمني هنا الذي سجل 9:19 أربع أجزاء من الثانية، والتوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام سلهود. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، بينما المركز الثاني أتى سراب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرضي الحميري، قاطع المسافة في 9:24 هنا أيضا وتسعة من الأجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق الجميل هنا أيضا يأتينا شاهين ب9:26 ثمانية من الأجزاء من الثانية لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري الذي سجل اسمه في ثالث المراكز.